صباح الخير. يوم جديد في رحلة افريقيا. يلا خرجت من ذاك الفيلاج اللي نعست فيه. صراحة ما نعستش مزيان. نعستش مزيان حيث ديك البلاصة اللي نعست فيها قريبة بزاف في الطريق. وديك البلاصة فيها الضوضاء ولا الميطال. باش كيدوز شي رموك الارض كتحرك والله العظيم. البوليس مسلح. واحد الدوار صغير. لا لا دوار كبير. دابا قربت ندخل لواحد المدينة سميتها سوبري. كاين تما واحد الشلال. البوليس هز معاه دجاجة في الموطور. يلا خرجت من مدينة سوبري. راهي مدينة حتى حاجة ما كتفرح فيها من غير شركة ديال المغرب. كاين تما تجاري وبنك شعبي. كاين شركة ديال الاتصالات ولكن هنايا سميتها موف افريكا. و حتى البنك الشعبي والبنك ديال التجاري كيبدلو ليهم السمية ولكن اللوغو كيبقى هو هو. هذا واحد النهر كبير كما كتشوفوا. وكنظن كاينين شلالات الفوق على ما كتبوا في جوجل ماب. غنمشي مع الطريق ومن بعد غندور على اليمين. كاينين الفوق غنمشي نشوف. هذه هي الطريق اللي كتدي لذاك الشلال. تقريبا مازال بعيد بجوج كيلومتر تقريبا. كاين واحد المشكل كبير هنايا في كوت ديفوار. مشكل ديال الصرف. صرف صغير مثلا 100 فرانك ولا المهم شقافي فلوس ديال المعدن. ما كاينينش بزاف هنايا. مثلا الا بغيتي تشري شي حاجه ضروري يكون عندك الصرف. الا ما عندكش الصرف مول الحانوت غايقول لك لا ما عنديش الصرف. قليل فاش كتلقى الصرف عند شي حد. الصرف هنايا قليل بزاف. قالوا لي الناس بلي الشينوا هما اللي كيديو دوك الفلوس ديال المعدن. ما عرفتش. كنسمع الصوت ديال الماء. ولا كنت غادي مع واحد الطريق ولكن ما كانش خاصني نمشي معاه. وتلاقيت مع واحد السيد وراني هاد الطريق هادي. الصح والعامل. نسيت قبيلة تلقيت معاه كان كيصور بالدرون. وصلت من قبيلة لهنايا بقيت مريح ليه. ولكن داكشي اللي شفت في التصاور ماشي هو هذا. بقي لا دار التصاور ديال شي شلال في شي بلاصة أخرى. هاد الشلال هذا صغير كاين في ديك الجهه. البلاصه واقيله غارقه. قبيله جا واحد السيد كيصيد بالشبكه. كاين حوت كبير شويه هنا.
والزبل فين ما مشيتي. راه هو الشلال ولكن صغير. وقيلا غنضربها بشي عومة قبل ما نرجع عاوتاني. راه هما الناس كيصيدو هادي البركة ديال شي صياد واقيلا. البلاصة هادي ديال شي ليلة ولكن انا مكنتش معود، مجبتش معايا لا ما لا ماكلة، يعني ميمكنش نبات هنا. غادي غير نمشي نضرب شي تعويمة، شي عومة، شي تبحيرة، تبحيرة في الواد. الدوار اللي غنبات فيه اليوم خاصنا نقلب عاوتاني على الشيف نشوفو شنو غايقول. صباح الخير، من بعد ما دوزت الليله في هذاك الفيلاج ديال البارح دابا بعدت عليه بشي 20 كيلومتر تقريبا، الساعه دابا 2 تريحت في واحد الفيلاج ولكن مازال ما تغديتش، خصني نشوف عاوتاني شي بلاصه فين غنتغدى. غابات ديال شجر المطاط موجود هنايا بزاف الضرا. الناس كيستعملوا بيكالا هنايا الفلاحين. هادو في الغالب كتلقاهم من بوركينا او لا من مالي، هما اللي كيكونوا عندي عاوتاني واحد المشكل في الرويضة. عندي مشكل هنايا شي بياسة واقيلا اولا كنو واقيلا كاين المشكل في البامب، البام تحيد من بلاصتو. ما غنصايبوش دابا، دابا قرب نوصل لواحد الدوار غنمشي تال تما عاد غنصايبو. وي ها وي وي نو يا ان بوتي بروبليم مي سي با غا. وي ميرسي السيد، وقيلا بغا يعاوني ولا ما عرف.
ها وي مي سي بون سي بون وي وي ميرسي ميرسي بو سي تا هو. يعني الا وقع لك شي مشكل غتلقى الناس اللي وقفوا معاك، ولكن دابا خليتها لغدا ان شاء الله عاد نصيبو. حيت الا كان البامب هو اللي تحيد البلاصه راه مشكل كبير، غادي غير ديباني تا نوصل لشي مدينه ونقادو. ميرسي ميرسي بوكو ميرسي. الفيلاج ما عرفتش تقريبا شي 3 كيلومتر ولا 2 كيلومتر وغنوصل ليه. ديجا نفخت البنو تقريبا 2 مرات، ولكن دغيا كيتفشى عاوتاني. هذه هي البلاصه اللي غنبات فيها اليوم، دي مدرسه. تلقيت مع الشاف وهو اللي جابني لهنايا. هذه هي البلاصه اللي نست فيها اليوم في القسم المدرسه، النواحي ديال سان بيدرو ساحل العاج او كوت ديفوار. هذه المدرسه تقريبا بقات لي شي 70 كيلومتر باش نوصل لسان بيدرو. البارح وصلت لهنا تقريبا مع ديك 6 اولا 5 ونص تقريبا. صافي سولت على الشاف د فيلاج وهو اللي جا معايا لهاد البلاصه. قلت لك نقلب على بلاصه فين غندير الخيمه. دابا خصني نصايب بيكازا، داك المشكل اللي كان عندي البارح. خصني نصايبها ونمشي نفطر هنايا في هاد الفيلاج. هاد الفيلاج مهم، فيلاج صغير ما كبيرش بزاف، ولكن كاينين الحوان في جنب الطريق. هاد البلاصة هادي بعيدة على الطريق شوية. بالنسبة للمشكل اللي كان عندي في بيكالا كان غير قياسة. هيا صايبت هذا، انا حسب لي واش هذا تحيد من البلاص، ولكن كاين غير قياسة هنا صايبت هذا. الدراري الصغار جاو باش يشوفو البراني، معرفتش شنو كيقولو هنايا، ولا التبابة ولا بورتو، ولكن هنا كيقولو عديري كيقولو الأبيض بالفرنسي. هنايا في كوت ديفوار كلها كتلقى الناس كيهضرو بزاف فرونسي، الدراري الصغار الناس الكبار كيهضرو بها بيناتهم، واخا هما عندهم اللغة ديالهم، ولكن كتلقاهم كيهضرو بزاف فرونسي. وقبيلة الدراري هادو ملي جاو قالوا لي غود مورنينغ، يعني كيهضرو حتى بلونجي. الناس متقدمين هنايا. سي بون لا كاين يلاه فطرت من هاد القهوة هادي ولا شنو نقولو ليها. المهم كيديرو فطور اللي بغا يفطر، عندهم لومليط ولا خبز وزبدة. أنا خديت الخبز وزبدة. هاديك القهوة ديال واحد البوركينابي. حيت هنا الا بغيتي تشري شي حاجه ولا الا بغيتي تفطر مثلا ضروري تسول وتقول لي واش عندك، قول لي واش عندك في الصرف.
انا ما كانش عندي السوق، عندي 10000 اللي هي تقريبا 3400 ريال ديال المغرب. صافي سولته وقلت لي، قال لي ماشي مشكل، قال لي راه عندي الصرف وملي بغيت نخلص قال لي غير سير. الصراحه ظريف بزاف ولكن ما خلصته، قلت لي ضروري. هذا الفيلاج سميتو كورون، كورون الى نطقت السميه صحيحه. هو الفيلاج، المهم فيلاج صغير، الناس سادين دابا على حساب الاحتفالات الاعياد. دابا انا متوجه للجنوب، الدراري الصغار يخافوا مني عاوتاني. قول البارح نعست في واحد الفيلاج، ملي دخلت لذاك الفيلاج قالوا لي واش انت هو عيسى؟ قالوا لي واش انت هو جيسوس؟ واحد العصفور قتلو شي حد، ضربو واقيلا بالطوموبيل ولا، المهم لقيتو في الطريق ميت. واحد العصفور زوين. هاد البراجات كيديروهم بحال هكا وكيصيدو فيهم، كيكون فيهم الحوت. كتلقى بعض المرات تا بيركة صغيرة وكيصيدو فيها الحوت. هنا في غرب افريقيا كياكلو بزاف الحوت. الذكور ديالها واعر، بحيرة اصطناعية زوينة. طبيعة واعرة في هاد المنطقة. السيد كان غيطيح، بقى كيشوف فيا. بون غيجي في راسو. هادي هي الطريقة اللي كيبنيو بها القبور هنايا. واحد النسر ها العاج ديال الفيل، ها الفيل